مساء الخير، يا رب كلكم تكونوا كويسين وبألف خير. النهاردة هنتكلم عن المحددات. يعني ايه محددات؟ المحدد ده عبارة عن مجموعة من العناصر المترتبة في شكل صفوف أو أعمدة ما بين خطين مستقيمين. يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا محدد بالشكل ده، وفي محدد تاني بالشكل ده، دول محددين. طيب، مجموعة من الأرقام المترتبة في شكل صفوف وأعمدة ما بين خطين، هما الخطين مترتبين في شكل صفوف وأعمدة، يعني ده كده أهو صف، بنقول عليه كده ده صف وده صف وده عمود وده عمود، الأرقام كده تحت بعضها. طيب، إيه خصائص المحدد ده؟ قال لك عشان يبقى محدد لازم يكون عدد الصفوف بتساوي عدد الأعمدة. يعني إيه؟ يعني ده مثلا عندنا صفين وده عمودين، يعني لازم يكون عندنا صفين عمودين، يا إما تلات أعمدة وتلات صفوف، يا إما أربع أعمدة وأربع صفوف، يعني شكل مربع. عدد الأعمدة بيساوي عدد الصفوف، ده تلات أعمدة وده تلات صفوف، يبقى ده محدد وده محدد، تمام؟ طيب، المحدد ده ليه درجات أو أنواع. ده مثلا محدد من الدرجة التانية. طب أنا عرفت إزاي؟ لأنه بيتكون من عمودين وصفين. طيب، لو أنا رسمت محدد كده أهو، ده محدد من الدرجة الأولى، صف واحد وعمود واحد. طيب، ده محدد من الدرجة الثالثة لأنه بيتكون من ثلاث صفوف وثلاث أعمدة، يبقى محدد من الدرجة الثالثة، وده من الدرجة الثانية. طيب، طريقة حل المحدد إزاي؟ بس قبل ما نقول الطريقة هقول لكم موقع العنصر في المحدد. طيب، يعني إيه موقع العنصر في المحدد؟ يعني مثلا عندنا المحدد اللي فوق ده، بنمثل واحد ديت برمز الألف، بنقول ألف 1 1. يعني إيه ألف 1 1؟ يعني العنصر ده بيقع في الصف الأول والعمود الأول. طيب، تلاتة ده بيقع في الصف الأول العمود الثاني، يبقى 1 2. طيب، رقم اتنين ده بيقع فين؟ بيقع في الصف الثاني والعمود الأول. طيب، رقم أربعة بيقع في الصف الثاني العمود الثاني. طيب، نحدد موقع العناصر دي. الواحد ألف 1 1، الاثنين ألف 1 2، الثلاثة ألف 1 3، الأربعة ألف 1 ألف 2، قصدي 1 ألف 2 2، ألف 2 3، ألف 3 1، ألف 3 2، ألف 3 3. طيب، قال لنا إزاي بقى نحل المحدد؟ مثلا ده محدد من الدرجة الثانية، نحله إزاي؟ قال لك بنضرب عناصر القطر الرئيسي، نطرحها من عناصر القطر السنوي. طب يعني ايه قطر رئيسي؟ قال لك القطر الرئيسي اللي بيبدأ كده من اليمين، يعني نقول 1 و4 ده قطر رئيسي. او حاجة تانية، القطر الرئيسي او العناصر اللي بتوجد في القطر الرئيسي بتبقى ايه؟ بتبقى الرتبة بتاعتها، يعني موقعها، تمام؟ بيكون العمود بيساوي الصف. يعني ده مثلا الواحد ده بيقع في الصف الاول والعمود الاول، مش العمود بيساوي الصف، معنى كده ان الواحد ده من عناصر القطر الرئيسي. طيب، رقم اربعة ده مش رتبته 2 2، يعني الصف الثاني العمود الثاني، بما ان الصف بيتساوي العمود فاذا ديت بيقع يعتبر في عناصر القطر الرئيسي. يبقى لو قالك صح وغلط، مثلا اربعة ده من ضمن عناصر القطر الرئيسي هتقول صح. طيب، ثلاثة من ضمن عناصر القطر الرئيسي هتقول لا. ليه؟ لان الصف مش بيساوي العمود. ثلاثة رتبته 1 2، فده صف واحد العمود الثاني، تمام؟ فده يعتبر مش من عناصر القطر الرئيسي. فبنضرب عناصر القطر الرئيسي نطرحها من عناصر القطر الثانوي. طيب، نحل ازاي؟ نقول الدلتا بيساوي عناصر القطر الرئيسي اللي هو 1 في 4 ماينس، هنطرح عناصر القطر الثانوي اللي هو 2 في 3، 1 في 4 ب4 ناقص 2 في 3 ب6، 4 ناقص 6 بتساوي -2. ده الحل بتاع لما يقول لك محدد من الدرجة التانية، فده الحل بتاعه هيطلع -2. مثلا لو
رقم في سالب، يعني مثلا كده اهو بعمل محدد كده، مثلا بقول 1 2 مثلا سالب 3 سالب 4 مثلا. بحله ازاي؟ بقول دلتا عناصر القطر الرئيسي اللي هو 1 في سالب 4 ناقص عناصر القطر الثانوي اللي هي 2 في سالب 3. طيب الدلتا بيساوي 1 في سالب 4 بسالب 4 ناقص 2 في سالب 3 بسالب 6. طيب سالب 4 سالب في سالب بموجب. طيب فاكرين الاشارات اللي كانت بتاع السنه واعدادي لما بنقول موجب في موجب بموجب، سالب في سالب بموجب، سالب في موجب بسالب. طب هنا سالب في سالب بموجب، موجب 6 هتدينا 2، ده الحل بتاعها. تمام، يبقى كده عرفنا نحل المحدد اللي من الدرجه الثانيه ازاي. طب نحل المحدد اللي من الدرجه الثالثه ازاي؟ قال لنا في طريقتين عشان نحل المحدد اللي من الدرجه الثالثه ده، طريقه كرامر وطريقه سارس. طيب الطريقتين بيقولوا ايه؟ طريقه كرامر بتقول ان احنا بنحول المحدد اللي من الدرجه الثالثه الى محدد من الدرجه الثانيه. ازاي؟ هقول لكم. ده مثلا محدد من الدرجه الثالثه، بحوله ازاي؟ كرامر قال لنا بنحوله بس بنستخدم قاعده الاشارات. يعني ايه قاعده الاشارات؟ طيب للتسهيل انا هستخدم حاجه اسمها في اول مثلا صف موجب سالب موجب، هقول لكم جت منين القاعده دي. طيب لو قال لنا هنختار مثلا اول صف، طيب انا ليه اخترت موجب سالب موجب؟ انا ممكن اختار تاني صف، ممكن اختار تالت صف، ممكن اختار اول عمود، ممكن اختار تاني عمود، ممكن اختار تالت عمود. تمام، بس منين ده جه الموجب؟ قال لك اللي الرتبه بتاعته بيساوي عدد زوجي، اللي هو مجموع الصف مع العمود بتساوي عدد زوجي، يبقى اشارته بالموجب. تمام، ولو عدد فردي يبقى اشارته بالسالب. مثلا الواحد ده الرتبه بتاعته 1 1، يعني 2 2 ده اشاره ايه؟ 2 ده عدد ايه؟ زوجي، يبقى اشارته موجبه. طيب العدد 2 بيقع 1 2 في الرتبه، الصف الاول العمود الثاني، دول مجموعهم 3. طيب 3 ده عدد فردي ولا زوجي؟ عدد فردي، يبقى الاشاره بتاعت الاثنين تتحول لسالب. طيب 3 بتقع في الصف الاول العمود الثالث، يعني مجموعهم 4، 4 ده عدد زوجي ولا فردي؟ عدد زوجي، يبقى معنى كده ان الاشاره بتاعه الثلاثه موجبه. لو جربناها هنا او هنا او هنا باي رقم، نجمع الصف مع العمود، لو طلع عدد زوجي بنحط الموجب، لو طلع عدد فردي بنحط السالب. مثلا رقم 8، 8 ده بيقع 3 2 مثلا، اللي هو الصف الثالث العمود الثاني، مجموعهم 5، يبقى اشاره الثمانيه دي هتبقى بالسالب لو اخترنا مثلا اخر صف. بس احنا دلوقتي هنشتغل على اول صف. تمام، اول صف ده هنشتغل عليه دلوقتي. قال لنا عشان تختار اول صف بنبتدي باول رقم، اول رقم ده الواحد. الواحد نخلينا تحت الواحد اهو. طيب نختار الواحد ده، بنحذف الصف بتاعه والعمود بتاعه. طب ليه بنحذف الصف بتاعه والعمود بتاعه؟ عشان نحول او نقدر نحول المحدد اللي من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه. قال لنا بنعمل ايه؟ بنختار صف او عمود مثلا، وبنبتدي نختار عنصر عنصر بحذف الصف بتاعه والعمود بتاعه، ونختار الارقام المتبقيه نعمل منها محدد من الدرجه الاقل. يعني ده مثلا ده محدد من الدرجه ايه؟ الثالثه. زي ما قلنا نطلع منه ايه؟ ثلاث محددات من الدرجه الثانيه. طب لو محدد من الدرجه الرابعه بنطلع منه اربع محددات من الدرجه الثالثه اللي هي الدرجه الاقل. تمام، فده التالتة، يبقى نطلع منه من الدرجة ثلاث محددات من الدرجة التانية. طيب ثلاث محددات بيجوا ازاي؟ بنختار أول عنصر اللي هو الواحد، ونعمل محدد من الدرجة التانية، نحذف الصف بتاعه والعمود، فبيتبقي لنا دول 5 و6 و8 و9، 5 و6 و8 و9. بعد كده بنختار سالب 2 عشان إشارتها دلوقتي بقت سالب، نحذف الصف بتاعها والعمود بتاعها، الأرقام المتبقية بإيه؟ 4 7 6 9. بعد كده نختار موجب 3،
نحذف الصف بتاعها والعمود، يبقى 4 5 7 8. نيجي هنا نحسب بقى. طبعا ده تحول لمحدد من الدرجة التانية. نعرف نحسبه ازاي؟ اه كنا بنعرف نحسبه. بنقول 5 في 9 ب45 ناقص 8 في 6 ب48 ناقص 2، 4 في 9 ب36 ناقص 7 في 6 ب42 زائد 3. طيب كنا بنقول ايه؟ 4 في 8 ب32 ناقص 7 في 5 ب35. نحسب بقى الواحد زي ما هو، 45 ناقص 48 سالب 3 ناقص 2 زي ما هي، 36 ناقص 42 تبقى سالب 6 موجب 3 زي ما هي، 32 ناقص 35 هتبقى سالب 3. بنطرح وناخد إشارة الكبير. طيب 1 في سالب 3 بسالب 3 ناقص 2 في سالب 6 يبقى موجب 12، موجب 3 في سالب 3 يبقى سالب 9، يبقى سالب 3 وسالب 9 يبقى سالب 12، زائد الـ12 هتطلع النتيجة في الآخر بصفر. كده احنا طلعنا قيمة المحدد، طلعناه بصفر. طيب كنت هقول ايه تاني؟ لو مثلا، ولا ناخد الطريقة التانية. الطريقة التانية بتقول ان احنا بناخد اول عمودين ونكررهم، دي اسمها طريقة سارس. يبقى الطريقة التانية طريقة سارس. سارس ده قال لنا ايه؟ سارس قال لنا ان احنا بناخد اول عمودين ونكررهم، تمام؟ ونعمل 3 اقطار و3 اقطار، 3 اقطار من اليمين و3 اقطار من الشمال ونطرحهم من بعض. مثلا 1 4 7 نقول المحدد زي ما هو، 2 5 8 3 6 9 نقول بقى 1 4 7 نكرر. بس ممكن احنا نعمل محدد تاني مثلا عشان تبقى ارقام قليلة شوية نعرف نحسبها بسهولة، ونحط فيه سالب عشان ايه نلخبطكم. مثلا عندي محدد كده 1 2 3 3 1 2 مثلا، 3 2 1 مثلا، ونقول هنا كده 2 1 3 مثلا كده اهو. نحله ازاي بقى بطريقة السورس؟ قال لنا بنكرر اول عمودين، يعني مثلا 1 2 سالب 2 1 2 سالب 3 3 1، نكرر اول عمودين 1 2 3 سالب 2 1 2. طيب نختار 3 اقطار من ناحية اليمين و3 اقطار من ناحية الشمال كده اهو. الثلاث اقطار اهو من ناحية الشمال. نبتدي بقى نحل، نقول 1 في 1 في 1، 1 في 1 في 1 زائد سالب 2 في 3 في 3 زائد سالب 3 في 2 في 2 ناقص الأقطار بقى اللي من الناحية التانية اللي هي الأقطار اللي من الشمال، سالب 3 في 1 في 3 زائد 1 في 3 في 2 زائد سالب 2 في 2 في 1. نحل بقى، نقول 1 في 1 ب1 ب1 سالب 2 في 3 في 3 بسالب 18، سالب 3 في 2 في 2 بسالب 12، سالب 3 في 1 ب3 بسالب 9، 1 في 3 في 2 ب6، سالب 2 في 2 في 1 بسالب 4. نيجي بقى نجمع ونطرح، هنقول 1 ناقص 18 ناقص 12 ناقص سالب 9 موجب 6 ناقص 4،
واحد ناقص 18 ناقص 12 يبقى واحد ناقص 18 سالب 17، سالب 17 وسالب 12 يبقى سالب 29، ناقص سالب 9 وسالب 4 بنجمع الإشارات المتشابهة يبقى سالب 13، سالب 13 زائد 6 يبقى ايه؟ سالب 7، سالب 7. طيب السالب ضرب السالب ده يبقى موجب 7، يبقى هنا هتطلع في الآخر سالب 29 زائد 7 سالب 22. ده الحل لما طلعنا المحدد او لما حلينا المحدد من الدرجة الثالثة بطريقة صرص. طيب اخر حاجة هنقولها، لو احنا عندنا مثلا محدد من الدرجة الثالثة زي كده وقال لنا يعني ايه اوجد محايدة ومرافق العنصر، يعني ايه محايدة ومرافق؟ هقول لكم. المحايدة ده يعني محايدة تصغير كلمة محدد، زي مثلا بني تصغير كلمة ابن، فمحايدة تصغير المحدد. تمام؟ لو قال لنا مثلا عاوزين محايدة العنصر مثلا واحد، هنجيبه ازاي؟ محايدة العنصر واحد يعني قيمته ايه؟ فبنحذف الصف والعمود بتاع الواحد وناخد الارقام المتبقية نعمل بيهم محدد. يعني محايدة العنصر واحد بيساوي نعمل كده، نعمل محدد من محايدة، يعني ده محدد من الدرجة الثالثة، نعمل محايدة الأصغر منه، محدد يبقى من الدرجة الثانية، يبقى نحذف الصف والعمود بتاعه، يبقى نختار واحد سالب ثلاثة، واحد سالب ثلاثة، ثلاثة اثنين. طيب نحل المحدد، واحد في اثنين باثنين، ناقص سالب ثلاثة في ثلاثة بسالب تسعة، يعني هيطلع بحداشر، المحايدة بحداشر. طب يعني ايه المرافق؟ قال لنا المرافق بنعمل ايه؟ بنقول واحد ده المحايدة وده المرافق. المرافق بتاع نفس العنصر، لو قال لك مثلا مرافق الف اتنين اتنين، يعني العنصر اللي بيقع في الصف الثاني والعمود الثاني، فهو رقم واحد. لو احنا عاوزين المحايدة بتاع رقم، قصدي المرافق بتاع رقم واحد، بنعمل ايه؟ قال لنا المرافق هو واحد أس، تمام؟ أس سين صاد، سين صاد اللي هما ايه؟ الصف والعمود بنجمعهم مع بعض، أس سين زائد صاد، تمام؟ في المحدد بتاع العنصر اللي من الدرجة الثانية، في المحايدة اللي هو ايه اللي من الدرجة، اللي هو يعني بأربع أرقام اللي من الدرجة الثانية. طب نحل، لو احنا عاوزين المرافق بتاع رقم واحد بنجيبه ازاي؟ بنقول واحد أس ده بيقع في الصف الثاني، تمام، العمود الثاني، يعني ده واحد أس أربعة، في المحايدة اللي هو طلعناه بواحد ثلاثة سالب ثلاثة اثنين، لما نحله هيطلع بحداشر، 11 في الواحد، واحد أس أربعة بواحد، هيطلع بحداشر. طيب لو قال لنا اوجد المرافق بتاع الرقم اتنين، ده اللي هو مثلا ما في اتنين اتنين، اتنين في اتنين هنا وفي اتنين هنا، لو قال لك الاتنين اللي هي ألف مرافق ألف اتنين واحد، يعني عاوز ده نجيبه ازاي؟ بنقول واحد أس الايه الرتبة اتنين واحد تلاتة، يبقى واحد أس تلاتة، في نحذف الصف مع العمود ونكتب ايه محدد اللي من ال، يعني غير الصف بتاعه والعمود بتاعه، ونكتب باقي الأرقام، سالب اتنين سالب تلاتة اتنين واحد، واحد أس تلاتة ده قصدي سالب واحد، تمام؟ مش واحد اللي هنا، مش واحد بالسالب، سالب واحد أس تلاتة هيبقى بسالب واحد. في نعمل بقى نحل المحدد ده، سالب اتنين في واحد بسالب اتنين، ناقص اتنين في سالب تلاتة بسالب ستة، سالب في سالب بموجب، يبقى موجب ستة، يبقى سالب واحد في
سالب 2 زائد 6 ب4 يعني هتطلع بسالب 4. مرافق العنصر ألف يبقى ايه؟ بسالب 4. يعني مرافق العنصر 2 اللي هو هنا هيطلع في الاخر بسالب 4. طيب يعني نحفظ كويس قوي ان المرافق بيساوي سالب 1 اس مجموع الرتبة، مجموع الصف زائد العمود. يعني ممكن اكتب عليكم المرافق بيساوي سالب 1 اس مجموع الصف زائد العمود في المحدد اللي من الدرجة الثانية. بس وبكده نكون خلصنا اول جزء في المحددات.